إن أوروبا شمال المتوسط في هذه المرحلة بيعاني من مصادر طاقة ثابتة، وخصوصا في ضوء تذبذب العلاقات مع موسكو بسبب قضايا سياسية أوكرانيا، بالك يعني سوريا، موقف روسيا في سوريا مع حلف الأطلنطي، بقوا تحالفات قدام بعض بالضبط. فأصبح دلوقتي الغاز المصري هو البديل لأشياء كثيرة، إنه يعني غاز ثابت، ومصر الحمد لله دولة مستقرة ومستقبلها واعد ودورها محوري، ولا يستطيع الاتحاد الأوروبي ولا الاتحاد المتوسط إن هو يستغنى إيه عن دور مصر. عن مصر. أصبح دلوقتي الغاز ده يعني ورقة رابحة جدا في إطار العلاقات بين الجنوب وبين شمال المتوسط. فأنا بتوقع كل خير لبلدنا، وبحيي القيادة السياسية الرشيدة والحكيمة في يعني خطوات الثابتة، ليس فقط خطوات سياسية وإنما أيضا خطوات اقتصادية وتجارية وتجارة بينية وخلافه.